شكرا معلقنا كابتن ايهاب رجب. هارد لك النادي الاهلي امام بيترو اتلتيكو الانجولي في سيمي فاينل كاس الكؤوس الافريقيه بنتيجه 25-21. ما نقدرش نقول غير ان الاهلي عمل جيم قويه جدا. بيترو هو رقم واحد افريقيا، يمكن سيدات كمان يعني اليد في انجولا هم رقم واحد. بطل السوبر الافريقي شفناه بيأدي اداء كبير جدا خلال طول فتره البطوله كاس الكؤوس الافريقيه، اداء مشرف من النادي الاهلي. اكيد في غلطات وقعت فيها لاعبات يعني سيدات يد الاهلي، ولكن في النهايه عملوا انجاز محترم، وصلوا المربع الذهبي. يمكن بقى لهم 30 سنه ما وصلوش للمكان ده. مجهود يحترم من الجهاز الفني والاداري واللاعبات، ما نقدرش ابدا ان احنا نقلل من هذا المجهود على اي مستوى. شفنا ماتش كبير، يمكن بعض الاخطاء الصغيره هي اللي ضيعتنا الماتش، كنا قادرين، ولكن الحقيقه برضو هو في الاول وفي الاخر هو بيترو، وهو ده اللي احنا قلناه في بدايه هذا الاستوديو، ان هو فريق قوي جدا على كل المستويات بدنيا وفنيا، ويمكن عنده خبره كبيره في البطولات الافريقيه، فعلشان كده لازم مهما كان هارد لك للنادي الاهلي. بنشكر سيدات نادي الاهلي على الاداء المحترم اللي هم قدموه طوال فتره البطوله، ما نقدرش ابدا ان احنا نقول غير كده. كابتن سلوى تعليقك، يمكن فعلا يعني ما نقدرش نقلل من مجهودهم ابدا، عملوا مجهود كبير قوي النهارده. يعني احنا مبدئيا متعادلين الشوط الثاني معاهم، وعوده مشرفه جدا للساحه الافريقيه بالنسبه لفرق البنات، وبالنسبه لفرق البنات على مستوى الانديه كمان النادي الاهلي، يعني عوده مشرفه جدا جدا جدا. هارد لك، في اخطاء اكيد، بس الدنيا كويسه جدا، واللي جاي بالنسبه لافريقيا المستقبل معانا ان شاء الله فعلا، لان كمان معدل السن صغير، ف اللي جاي كويس ان شاء الله. وبعدين ان احنا نلعب على ثالث ورابع، من سنه 93 ما لعبناش على ثالث ورابع، المربع الذهبي، ندخل المربع الذهبي، ده في حد ذاته انجاز. احنا ثالث ورابع ان شاء الله، ان شاء الله هنلعب على ثالث ورابع ان شاء الله، يعني نحصل على المركز الثالث ان شاء الله، هيكون يبقى انجاز في كبير جدا النهارده. طبعا يعني عقب هذه المباراه هيكون في مباراه الثالث والرابع، او يعني المباراه كمان النهارده السيمي فاينل هتتلعب ما بين نادي بريميرو دي اجوستو وما بين اوتو الكونغولي اللي احنا قدرنا ان احنا نتغلب عليه في ضربه البدايه، اولى طبعا يعني مبارياتنا في هذه البطوله كاس الكؤوس الافريقيه قدرنا ان احنا يعني نتغلب عليه. النهارده هيكون المباراه ما بين بريميرو ما بين اوتوهو، وبعد كده يتحدد طبعا يعني هي بنسبه كبيره هتبقى ثالث والرابع ما بيننا وما بين اوتوهو، لان اكيد بريميرو يعني متفوق زي ما بيترو بالظبط متفوق. الحقيقه بس خليني اعلق على لقطه مهمه جدا حصلت عقب المباراه، يعني اكيد بيكون في حزن كبير من لاعبات طبعا الفريق، ولكن زي ما احنا تعودنا يعني مروة عيد عبد الملك طبعا نجمة نجوم النادي الاهلي السابقة ونيس طبعا الحالية ونجمتنا يعني نجمتنا العالمية مروة عيد عبد الملك، لقطة الحقيقة وهي بتؤازر اللاعبات وبتقول لهم ما يزعلوش وانه ده انجاز كبير حصل، لقطة الحقيقة احنا متعودين عليها من ابناء النادي الاهلي طول الوقت. طبعا يعني احنا مش متعودين على الخسارة ابدا في كل البطولات وكل الالعاب، ولكن لما بيحصل ده يعني كل فترة بيبقى يعني ده اللي احنا عهدنا عليه ولاد النادي الاهلي، ان هم دايما بيكونوا في الظهر، دايما بيؤازروا اللاعبات، دايما بيكونوا بيتكلموا معاهم انه اللي جاي احسن، انتوا عملتوا مجهود كبير يحترم، احنا بنشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه، وده اللي احنا شفناه في لقطه مروه. طبعا مروه يمكن انا ببقى موجوده في النادي طول الوقت، مروه يعني بتكون موجوده في اغلب او كل ماتشات النادي الاهلي سيدات يد الاهلي او كمان رجال يد الاهلي، بتكون موجوده علشان تتابع المباريات وعلشان كمان تكون بجانب الفرق طبعا، لان اكيد بتربطها علاقه خاصه جدا بكل اللاعبات واللاعبين وايضا الاجهزه الفنيه والاداريه. كابتن مي خليني اروح لك، طبعا هارد لك للنادي الاهلي، اداء محترم شفناه من سيدات يد الاهلي. بيترو يعني ما نقدرش ان احنا نعلق اكتر من هو بطل افريقيا، هو رقم واحد في افريقيا، متعود على البطولات اللي زي دي، مجهودنا قدامه يحترم جدا جدا جدا، شابوه وخطوه في يعني في عصر جديد بنبداه فعلا. يعني احنا من قعدنا كتير ما نشاركش، يمكن اخر حاجه كانت 2018، فان احنا نخش المربع بعد كام سنه
ومشاركه بعد غياب السنوات اللي فاتت، لان الاستمراريه بيبقى ليها طبعا افضليه ان انت بتبقى مواكب المستويات. لا انا شايفه ان هي بدايه كويسه، ومن احسن الماتشات، الماتش ده من احسن الماتشات الدفاعيه اللي احنا عملناها على فكره. يعني بجد مش بقول كلام وخلاص، لا ده هم فعلا عملوا جيم هايل في الدفاع، قدروا يوقفوا حتى لما بدا التصويب من الخارج. لا بدانا نطلع لبره ونوقف ونمنع التصويب من الخارج. لا يعني كان باين الالتزام التكتيكي كان باين جدا. اكيد في ديفوهات وده تخليص. هم تكتيكيا صعب، عاملين مباراه تكتيكيه صعبه جدا جدا جدا, جداً. بكل المقاييس هم فعلا هم ده كان اختبار قوي. هتقدروا تكملوا؟ هتقدروا تصمدوا؟ لا قدروا. حصل فعلا، رغم ان قدروا بترو مقفل الملعب مقفله كويس قوي. يعني احنا يعني هو الشوط الاول هو اللي عامل معانا الدروب اللي هم الاربع تجوان. الشوط الثاني هايل، احنا وصلنا ان احنا يبقى في فرق ما بينهم 2 بوينتس، فكنا قادرين نرجع بس هارد لك يعني. مش مشكله، يعني احنا بنتعلم علشان المشاركه الجايه بنحسن وبناخد خطوات قدام اكتر. فاعتقد دي بدايه قويه، وفعلا العصور الجايه هتبقى في مصر. يعني افريقيا احنا فعلا لينا تواجد كبير جدا على الساحه الافريقيه في الفتره الجايه. الرسائل دايما بتبقى مهمه قوي في المواقف اللي زي دي. رساله منك لسيدات نادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. انا مبسوطه بيهم جدا يعني بصراحه، حتى اللي بره حتى اللي في المدرج. يمكن مروه برضو نزولها ده هيفرق معاهم جدا اكيد. ودي حاجه دايما لازم بنبقى موجود في ماتشات الجامده، تلاقي كل اللعيبه القديمه وكل الناس وكل ولاد النادي بيبقوا موجودين يساندوا. يعني حتى شفنا كابتن خالد قاعد وبيسقف وفي كل كوره ومشدود. لا يعني اكيد كلنا بنبقى موجودين، كلنا في ظهركم يعني، وانتوا عملتوا اللي عليكم. وان شاء الله ميداليه يعني باذن الله بكره، دي باذن الله هتبقى ميداليه، ودي هتبقى حاجه مش هقول ده حقكم، ده طرديه عن اداء النهارده. ان انتوا يعني تبقوا حتى ترفعوا راسكم بعد موسم طويل دوري يعني في تفاصيل كتير قوي مروا بيها واصابات كتير لا في ضربات كبيره. لا واعتقد كبير كمان مقابلتنا قدام اوتوهو في ضربه البدايه اكيد هتسهل علينا ماتش بكره ان شاء الله، وهتدي ثقه كمان ان احنا نخلص الجيم بسرعه. كابتن سلوى، اخيرا رساله منك لسيدات نادي الاهلي الجهاز الفني الاداري على الخطوه اللي وصلوا لها او المكان اللي وصلوا لها. هو مجهود يحترم من كل، من اول الجهاز الفني كابتن زولا، للعيبة، للمجلس الإدارة، للنشاط الرياضي، للجماهير، كله كان إيد واحدة، كلهم كانوا ورا فريق النادي الأهلي، وقدروا فعلا إن هم يثبتوا إن إحنا نقدر، النادي الأهلي يقدر. وان شاء الله بكره ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشكركم جدا، نشكر جدا كابتن سلوى. طبعا نورتينا وشرفتينا نجمه النادي الاهلي السابقه لكره اليد. كابتن مي نورتينا وشرفتينا طبعا نجمه كوم النادي الاهلي لكره اليد السابقه. طبعا يعني ده كان الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه النادي الاهلي ونادي بيترو اتلتيكو الانجولي في سيمي فاينل كاس الكؤوس الافريقيه. الحقيقه ان هيكون في استوديو هام جدا ايضا في تمام الساعه 8:30 ما قبل مباراه السيمي فاينل ما بين النادي الاهلي وما بين نادي رجاء غدير المغربي. هيقام طبعا الاستوديو التحليلي في تمام الساعه 8:30 مساء، والمباراه هتنطلق طبعا هتكون مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي في تمام الساعه 9 مساء مع طبعا الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد. نرجو يعني ان احنا نكون قدمنا تغطيه طليق بقناه النادي الاهلي وطليق كمان بالفرق المختلفه للنادي الاهلي في جميع طبعا يعني الالعاب الاخرى. شكرا لحضراتكم جدا، نلتقي على خير.